أو المقتضى. واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا يتضمن سقوط الحج عنه. ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحج، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحج، كشارب الخمر والزناة والسراق وما أشبههم، إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحج. مثال ذلك وشلون يتضمن؟ تضمن إثبات السميع اسما لله تعالى. نعم. وإثبات السمع إثبات له. هم نجواه. وله أنت. كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي به يسمع. نعم. وإن دلت على رسم غير متعدد تضمنت أمرين. أحدهما ثبوت ذلك باسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي باسم لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. ما لها حكم يتعدى؟ لا، يعني الحي وصف لازم لا يتعدى إلى غيره. ومثله الحيي فإنه وصف لازم، ومثله العظيم، ومثله الجليل. طيب ومثله الكريم ليش؟ لأن الكرم يتعدى يتعدى إلى الغيب. فينا بين الفرق، الفرق الحي مع الحي ذو الحياة، والحي ذو الحياة فينا. هذا فرق. نعم. ها؟ ايش؟ سأجيل تفضيل الأسماء العظيم موجود. إيه نشوف الأسماء الحسنى هل يأتي ولا لا. القاعدة الرابعة. نعم. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك. طيب هذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع. كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. كل ولهذا نقول أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. فدلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه، ودلالة الإسلام دلالته على لازم خارج، على لازم خارج. مثال ذلك السيارة. كلمة السيارة يدل على ها؟ لا يدل على كل السيارة كلها، هيكلها وكفراتها وماكينتها وأنابيبها وكل شيء. قول يدل على العجلات فقط في التضمن. يدل على البطارية في الحياة في التضمن ما بيبدا. طيب يدل على الشاطئين في التضمن زي. يدل على الذي صنعها بالالتزام أن لها صانع لأن لم تصنع نفسها. المطابقة على كل السيارة، يعني دلالة كلمة السيارة على هذا الجسم كله عجلاته وأنابيبه وغير ذلك على مدار المطابقة. طيب إذا قلت اشتريت دارا، دلالة هذه الكلمة على كل الدار مطابقة، ودلالتها على الحمام والقهوة والمستراح تضمن، ودلالتها على الذي بناه
بالالتزام. هنا طيب ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على صفتين وحدها القدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض انتبه الخالق يدل على ذات وصفة يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق دلالته على هذين المعنيين بماذا؟ بالمطابقة. ودلالته على الذات وحدها وعلى الخلق وحده بالتضمن تضمن أيضا. طيب دلالته على العلم والقدرة بالالتزام كيف ذلك؟ نقول الخالق لا يمكن يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق والخالق أيضا لا يمكن يخلق إلا وهو قادر. لو أراد أحد أن يخلق شيئا يصنع شيئا وهو لا يدري يمكن ولا لا؟ طيب يدري لكن ما عنده قدرة يمكن. إذن كل صانع أو كلمة صانع تدل على ذات صانعة وعلى صنع وعلى علم وقدرة. فدلالته على ذات الخالقة وعلى صنع جميعا طيب وعلى ذات صانعة وحدها وعلى صنع وحده تضمن وعلى علم وقدرة بالتزام. فينا نعم ما نقص شيء. نعم لهذا لما ذكر الله خلق السماوات والارض قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ودلاله الالتزام تفيد لما ذكر الله خلق السماوات والارض فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن قال لتعلموا يعني بينا لكم ذلك واننا خالقون السماء والارض لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ولولا قدرته ما صار خلق ولولا علمه ما صار خلق. كلام شره ها نعم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للالتزام. بالتلازم فهما للتلازم. فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم مثلا لو قال قائل هل يجوز للرجل أن يصبح صائما جنبا؟ وش الدليل؟ لا من القرآن من القرآن لا لا هذا شو بس أكثر فكرة وفكرة بس هذا القرآن لا ها؟ أي دل على الهدود المباشرة وكذا. ومن لازم ذلك يصبح وهو جنب. هذه إذن دلالة الآية على جواز إصباح الصائم جنبا من أي طرق دلالة؟ الالتزام في الفائدة. ولا لو قال قائل ما ذكر الله أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم؟ يقول من لازم حل إتيان المرأة إلى طلوع الفجر أن يصبح الإنسان جنوبا أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان؟ لأن إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر فله أن يشبع. أين؟ طيب واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق لازم لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازم
بما يقول لا بد. طيب انتبه، هذه ايضا قاعده مهمه، اللازم من كلام الله اذا صح ان يكون لازما فهو حق، اذا صح ان يكون لازما فهو حق، فان لم يصح ان يكون لازما فليس بحق. مثال ذلك الذي لا يصح ان يكون لازما قول اهل التعطيل انه يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل، لو لزم من اثبات التمثيل وجب علينا انكار الصفات ولا لا؟ لان التمثيل يجب انكاره، ولكننا نقول لا يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل. مفهوم؟ لو قال قائل يلزم من قولكم ان الله استوى بذاته على العرش ان يكون لله ذاتا تستوي على العرش وتنزل السماء الدنيا وما اشبه ذلك، ايش نقول؟ نقول هذا لازم حق ولا غير حق؟ هذا لازم حق، ولا مانع من ان ننفذ له ذات لا تستوي الزواج، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. فالحاصل ان اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق، متى؟ اذا صح ان يكون لازم، اما ان ندعي انه لازم وليس بلازم فهذا طبعا دعوه سبيل دليل، فاذا صح فانه حق. لماذا؟ علمنا بتعليلين، التعليل الاول ان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، الثاني ان الله عز وجل يعلم ما لا يترتب على كلامه وكلام رسوله، يعلم ذلك، فإذا كان يعلم ذلك وكان هذا الشيء لازما لكلامه علمنا أنه مراد لله، علمنا أنه مراد لله عز وجل، وهذا واضح. فصار القاعدة هنا إذا قال قائل هل لازم القول قول؟ فالجواب إن كان القول قول الله ورسوله فلازمه حق ويكون كقولهما، يكون كقولهما لأن قولهما دل عليه باللازم، وأما قول غيرهما ففيه التفصيل كما سيذكر المؤلف. نعم. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، الأولى أن يذكر القائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن ينبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مجالا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو ان ما في الارض من شجره اقلامه والبحر يمده من بعده سبعه اشهر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم، وحدود احاديث ابي تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. واضح هذا؟ طيب اللازم من قول الله ورسوله ثلاث حالات، الأول أن يذكر للقائل ويلتزم به، فحال المعلوم أنه إذا التزم به صار من قوله ولا لا؟ انتبه، موجود المثال بس انتبه للمعنى الآن، إذا ذكر اللازم للقائل فقال نعم يلزم من قول هذا وأنا ملتزم به، صار اللازم قولا له ولا لا؟ لماذا صار قولا؟ لالتزامه إياه، الرجل يقول نعم أنا قلت هذا ما في مانع. مثال إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، في ناس ينكرون أفعال الله، يعني ينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك وما أشبه ذلك،
ليه؟ قال لأن هذه حوادث، حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نحن نسلم بأن نقول هذا حادث، لكن لا نسلم أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. هذا رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبت الأفعال الاختيارية، فقال أن النافي في المسلم يلزم على قولك في إثبات الأفعال الاختيارية أن يكون من أفعال الله شيء حادث. النزول للسماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا لا؟ ها؟ طيب، فقال المسلم نعم، يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا أعتزم بذلك وأقول من أفعال الله ما هو حادث. هل في هذا الشيء؟ أبدا ما في شيء. هذا اللازم التزم به القائل، فيكون من قوله ولا من غير قوله؟ من قوله بلا شك، أولا لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزمه فعلا ويكفي تقية السنة. نعم. على جميع قالوا إن اسم الحي القيوم يستلزم جميع الصفات. الأولى أن يذكر للقائل ما يلتزم به، مثل أن يقول من نفس الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنقل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد جعله تعالى لا نستلزم نقصا بحقه. الحال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا عدة فوائد أو قواعد، أظن المناقشة من القاعدة الثالثة. أما اللازم من قول أحد، لما قرأنا هذا اللازم من قول غير الله ورسوله لا يحلو من ثلاث حالات. أولا أن يذكر للقائل ويلتزم به، فإذا قيل للقائل يلزم على قوله كذا وكذا، فقال وليكن أنا ألتزم بهذا، يكون القول قولا له، فيكون قائلا باللازم والملزوم، قائلا باللازم والملزوم. مثاله أكثر مثالا لهذا أن يقول من ينسى الصفات الفعلية لمن يثبتها، والذين يثبتون الصفات الفعلية هم السلف أهل السنة والجماعة، والذين ينكرونها هم المعتزلة والأشعرية ونحوهم، ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، فيقولون يلزم الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ماذا يقول المشرك إذا قال لا لا يلزم؟ قلنا بين عدم وجه الملازمة، وإن قال يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته قلنا لا لا بأس، أنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح وأن ترى أنه صحيح. طيب مثاله، فيقول نعم، أي يقول مثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. اعتبار في جماعة حدوث أفعاله أحد الأفعال لا يستلزم نقصا بل هو الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد ما تشاء لا شك أن هذا كمال. فالذي يقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله. أما الذي يقول إن أفعاله تحدث فهذا هو الذي وصف الله بالكمال. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ولا قديم؟ متجدد، لأنه قال حديث عهد بربه. فتجدد آحاد فعل الله كمال وليس بنقص. هم يقولون إنه لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. هل هذا صحيح؟ أبدا. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. نحن الآن جئنا إلى هذا المكان اليوم وفعلنا أفعالا في هذه الساعة، هل يلزم من ذلك أن لم نخلق إلا هذه الساعة؟ لا يلزم، فالوجود يسبق الفعل. فنقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا، ولكن آحاد أفعاله تتجدد حسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا النقص بل في هذا الكمال. الثاني أن يقول الحال الثاني أن يذكر له ما يفعل يذكر اللاب له أي للقائل، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي بالصفات لمن يسجدها يلزم من إثباتك يعني الصفات أن يكون الله تعالى مشابه للخلق في الصفات. هنا ينبغي أن نقول مماثلة، وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل. وقد ذكرنا أن الأولى التعبير بنفي المماثلة. لماذا؟ لسببين. الأول أنه هو اللفظ الذي عبر الله به، فلا تجد في القرآن أن الله نفى المشابهة أبدا، وإنما كان ينفي المماثلة لأنها هي التي تقتضي المساواة. ثانيا أن التشبيه صار اسما عند قول الناس اسما ينفي به كل ما ثبت لله من صفات، ويقول هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى يقول هذه تشبيه. ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات، قال لأن المخلوق والخالق يختلف في مطلق هذا المعنى، فصار كل ما أثبت الصفات عندهم فهو مشبه. اللي يثبت الدلالة الحقيقية يقول إنك مشبه، لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن. وثالثا أيضا سبب ثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء بخلاف المماثلة فتكون في جميع الأشياء. والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق في كل شيء من الأشياء أبدا. فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، اشتركنا في إيه؟ في أصل الوجودية، لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية. فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن، كذا ولا لا؟ طيب، البصر إدراكه مقياس، المخلوق
مشابه للخالق في إيه؟ في أصل الصفة، في أصل الصفة، لكنه مباين له في حقيقة الصفة. فإن إيش رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق، وهكذا السمع والبصر والرحمة وغيرها. فلهذا كان التعبير بالمماثلة أو بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. طيب، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباته أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أظن واضح الآن. صار المثبت للصفات إذا ادعى عليه النافي أن إثباته يستلزم التنفيذ يلتزم ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يلتزم، لا يلتزمه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينبطش عنه، فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكنني أثبت له صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته. فعندما أقول إن لله سمعا ولي سمع، لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمع أو أن سمعي مماثل لسمع الله أبدا، بل أنا من حين ما أقول سمع الله أتصور بأنه سمع يليق بجلاله عز وجل ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين. إذن لا يلزمني ما ألزمتني به. ثم أقول ثانيا هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول ها؟ نعم أثبت لله ذاتا. أقول هل لزم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثل للمخلوق في ذاته؟ سيقول لا. أقول له إذن الصفات كذلك، إذا كنت الآن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات، لأن الصفات تابعة للموصوف. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. وشو ظهوره؟ أنه في الأولى التزم به وفي الثانية نفى. ففي الأولى نأخذ بلازم قوله وفي الثانية لا نأخذ لأنه نفى. الحال الثالثة وهي المشكلة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. قد الانتباه الآن، إذا كان اللازم مسكوتا عنه يعني لم يذكر للقائل فيلتزم به ولم يذكر له فيمنع التلازم، مسكوتا عنه، فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل أو لا؟ الجواب لا يكون قولا له، لا يكون قولا له. أقول لكم لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له، ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم. طيب، على الاحتمال الأول يكون من أي الحالين السابقين؟ ها؟ من الحالة الأولى أنه لو ذكر به، لو ذكر له التزمه وقبله صار حالة أولى. على الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم يكون من الحال الثانية.
طيب لورود هذه الاحتمال، طيب يحتمل معنى ثالث، يحتمل انه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وانه باطل ماذا يصنع؟ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله. اذا اعترف بان هذا لازم من قوله وان هذا اللازم باطل لزمه ان يرجع عن قوله، فحينئذ لا يمكننا ان نقول ان هذا اللازم قول له، لانه ربما اذا تبين له انه خطا وانه لازم لقوله رجع عن قوله. اما فهمت؟ طيب اذا الاحتمالات ثلاثه ذوق، احتمال انه يذكر له فيلتزم وهذا يكون من الحال الاولى، احتمال ان يذكر له ويمنع التلازم فهذا من الحال الثانيه، احتمال ان يذكر له ويتبين انه لازم وانه باطل وحينئذ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله لانه تبين له انه باطل، لان بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات وارده في امر مسكوت عنه فاننا لا نقول ان هذا اللازم قول لهذا القائل. يقول ولوجود هذين الاحتمالين طيب فإن ولوجود هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بان لازم القول قول. فإن اذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم ان يكون قولا له لان ذلك هو الاصل، لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع لأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول قولا في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يعني لو قال قائل هذا اللازم مذكور عنه لم يلزم به القائل يلتزم أو يمنع أو يرجع عن قوله، مذكور عنه، لكن نحن نرى أنه لازم، نحن نرى أنه لازم فيجب أن نضيفه إليه. فالجواب أن لا، فالجواب هو أن الإنسان بشر، أن الإنسان بشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفضل لله، تحول بينه وبين التفضل للازم، فيقول القول ويقول غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه ربما لا يقول هذا القول. وهذا امر تشاهدونه انتم من انفسكم، احيانا يرجح الانسان قولا على قول يرجح، ثم بعد التفكير يرى انه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن تركيز. وهذا كثير ما يقع، ولذلك ينبغي الإنسان كما قلنا سابقا أنه ينبغي له أن لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قوله ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. كذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها حتى يتبين أن هذه الأحادية صحيحة لا بد من قولها، لأن مخالفة الأصول التي تعتبر قواعد الإسلام أمر عظيم لا ينبغي الإنسان أن يشذ عنه إلا إذا تيقن. هنا نقول إذا كان هذا لازما للقول ولا سيما أنه قريب من اللوازم فإننا مع ذلك لا نلزم قائله به ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر كما قلت يمكن يغفل عن اللازم، ويمكن يكون هناك مضايقات أيضا في باب المناظرة، باب المناظرة مثلا إذا واحد يناظرك يعني يجادلك بأمر ربما تقول قولا لأجل أن تتخلص به من ضيق المناظرة
لأن الناس المنظرات يمكن يخرجون من المضايقة في أقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا أنها خطأ. فلما كان هذا وارد على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له. وخلاصة البحث الأخير أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزمه، وإلا فإننا نقول نحن هذا القول لازم وكذا وكذا فهو فاسد، ولكن ما نقول إن هذا اللازم هو قول فلان، ما نقول هذا. وأنتم تعلمون مثلا إن هذا الباب اللي عندنا فيه وباب الأسماء والصفات أن من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن الله موصوف بأي صفة ومسمى بأي صفة حتى لا ما يقولون بها، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات. نقول لهم نحن يلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم فتشبهونه بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدوم أنقص من تشبيهه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها. ماذا صنع غلاتهم؟ قالوا إذن ننفي عنه الوجود والعدم، فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا آم ولا حي ولا ميت، وننفي عنه هذا وهذا الشيء وضده. فقال لهم أهل السنة والجماعة طيب ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. طيب قال إذن ستكتبوه بمن؟ في الممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إذ أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، وإما موجود وإما معدوم. ربما نقبل من أن تقول لا حي ولا ميت بناء على الصلاح أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور ويحتاج، وأن الجدار يمكن يقول لا حي ولا ميت على بناء على فهمك، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية وميتة، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال لهم إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما قال في القرآن. والحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إنه يلزم من كذا كذا وكذا وأوغلوا في هذا اللازم وصلوا إلى حد وصف الله تعالى فيه في الأشياء الممتنعة. طيب ما رأيكم بالحركة والسكون تقابلهم من ذلك التقابل النقضين والضدين؟ نقضة لأنه لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا كان الشيء المتحرك فهو ساكن، وإن كان متحركا فهو غير ساكن. إيه نعم. القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى كيفية لا مجال للحكم بها، وعلى هذا فيجب الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم،
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسا أو إنكار ما سمى به إنكار نفسه جناية في حقه تعالى. ووجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النفس. طيب هذه القاعدة يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقفية بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص، لأننا إن زدنا قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى. علمنا ذلك بثلاثة علم، قل لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النقص. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، نحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والتثنية بالأسماء إلى الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فواجب علينا أن نتوقف فيما لم نرد به النص. دليل آخر لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، يقال قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إذنه. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه لأن ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. صح، تسميته بما لم يسم به نفسه جناية عليه، جناية في حقه. أرأيت لو أن شخصا سماه في غير ما تسميت به هل يعتبر جاني عليه؟ نعم، لأنه ليس الحق التسمية. أنا سماني مثل أبي محمد، ما يجوز واحد يقول لا أنت أبا سميك علي. نعم، سماك أبوك سليمان وقال واحدنا أنا بسميك سليم، يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له الحق أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء، أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه لأن ذلك جناية في حقه تعالى. كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه. جزا الله الشيخ ابن عثيمين على كتابه وشرح تلك القواعد الإيمانية المثلى وجعلها في ميزان حسناته ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.